مستمعين مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، اسعد الله مسائكم وجميع اوقاتكم بالخير والبركه، وارحب بحضراتكم اجمل واطيب ترحيب مع انطلاقه الشوط الحادي عشر الخاص بفئه الابكار الاجذاع من مسافه 6 كيلومترات، حامله لهذا التحدي ومرحبه بهذه الشعارات المميزه، شعارات ابناء القبائل التي توافدت هنا على ارضيه ميدان الشحانيه، ميدان التحدي ومشاركه في هذا المهرجان الكبير، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. الجائزة سيارة نيسان ستيشن توتيب الانتظار، تنتظر واحدا من بين هذه الأسماء. المركز الأول، أول التحديات والانطلاقات، ترحيب للسيد أحمد بن علي بن حمد الأصلي الشامسي، من يقدم لنا ترحيب على المركز الأول. ننتقل مباشرة ونتابع المركز الثاني، الوصول والتقدم مع ثاني التحديات والانطلاقات القادمة هنالك مياسة مبارك بن محمد بن خيرة بن مكتوم الشريفي القادم على المركز الثاني. المركز الثالث، الوصول هنا والاندفاع المميز القادمة الشهرية راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري، ولكن نتابع الأسماء المتقدمة، الأسماء المنطلقة، ندى سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي، مرحبا بشعارك يا بن فاضل، يتواجد على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث، القادمة مياسة مبارك بن محمد بن خير بن مكتوم الشريفي على المركز الثالث. والمركز الرابع، القادمة والمنطلقة الشانية راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري. والمركز الخامس، اختم به النداء هنالك وعد لسيد خالد بن سيف بن سالم بوظفيرة العامري، شعار بوظفيرة متواجدا على خامس التحديات في قمة التحديات، في قمة الانطلاقات الأولى للخمسة المراكز الأولى. عودتنا إلى المركز الأول، إلى المقدمة وإلى ترحيب، ترحيب من تسيطر على مقدمة الشوط، ويقدم لنا ترحيب أحمد بن علي بن حمد بالأصل الشامسي، أول الباحثين عن الناموس وعن الفوز والانتصار. نتمنى له التوفيق، وأمنياتنا دائما وأبدا ترافق الجميع. ترحيب على المركز الأول. المركز الثاني، الله الشاهنية الشاهنية، علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، شعار الرميثي متواجدا على ثاني التحديات، ينطلق مع هذا الأداء المميز، السيارة في الانتظار يا الرميثي. بينما المركز الثالث، الواصلة مياسة مبارك بن محمد بن مكتوم الشريفي القادم على المركز الثالث. المركز الرابع، التقدم والانطلاق مع الشاهنية راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصور. والمركز الخامس هنالك القادمة والمنطلقة الشانية بخيت بن محمد بن غنام الهاملي، أول نداء لشعار الهاملي الواصل على المركز الخامس، وهنالك شعارات وأسماء قادمة خلف الخمسة المراكز الأولى ننتظرها في الكيلومتر الأخير والخطير، كيلو التحديات. ولكن هنا عودتنا إلى المقدمة، عودتنا إلى الصدارة، وعبر شاشة قناة الريان الفضائية المتابعة لهذه التحديات والانطلاقات، المقدمة والصدارة الشاهنية أم ترحيب؟ ترحيب على المركز الأول، أحمد بن علي بن حمد بالأصلي الشامسي أبناء دولة الإمارات على المركز الأول على مقدمة الشوط. خطيرة القادمة، خطيرة الشهواني، وشعارك خطير سعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني، وصل مع انطلاق خطيرة. المركز الثالث، القادمة المتحدة نايف بن خالد بن سعيد آل زايد الهاجري، وصل مع انطلاقة المتحدة وسلالة المتحدة العبيد، وصلت على المركز الثالث. المركز الرابع، الله يا التحديات، الله يا الأسماء، الله يا الشعارات العملاقة القادمة والمنطلقة، ترهونة حمد بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري. والمركز الخامس، القادمة عسيل السيد الدحي
صحبه بن السعودي بن سعيد بن حمرور العامري. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الانطلاقات الأولى والتحديات الأولى، والاثنين كيلومتر ما يفصلنا عن خط النهاية، ما يفصلنا عن الناموس وعن الفوز والانتصار. والسيارة يا مالك ترحيب، ترحيب التي لا زالت مسيطرة ومتربعة على عرش الصدارة وعرش المقدمة. أحمد بن علي بن حمد بالأصل الشامسي من يقدم لنا ترحيب المرحبة بالمتحديين، المرحبة بهذا الأداء الجميل والانطلاق المميز. بن حمرور بن حمرور بدأ يشكل الخطر، بدأ يعلن راية التحدي، يرفع راية التحدي على المركز الثاني، يتقدم مع سيلة الدحبة بن السعودي بن سعيد بن حمرور العامري. المركز الثالث تقدمت الآن وانطلقت ترهونة حمد بن ناصر بن سالم آل حفيظ، وصل شعار آل حفيظ، بدأ يتقدم على المركز الثالث. الثلاثة الأسماء الأولى التي بدأت بالمغادرة، بدأت بالانفراد نحو الفوز والانتصار. لمن السيارة؟ لمن الناموس؟ لمن الافتخار في مسار هذا الشوط؟ لا زالت ترحيب قامت راس وبتنهي هذا الشوط راس. الله يا ترحيب أحمد بن علي بن حمد بالأصلي 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 على المركز الأول. العصافي الأبطال، صدرت الأوامر، صدرت التعليمات، الكيلومتر الأخير والخطير. بن حمرور هذه الأعصاب، آل حفيظ على المركز الثالث، الله يسر. ثلاثة المراكز الأولى، آل عبيد قادم، وأيضا الشعارات الواصلة. هنالك رواية، محمد بن سعيد بن مبارك بن عبد الله آل عتيبة وصل على المركز الرابع. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، الشاهنية مصرط بن شعيفان السباعي قادم، ولكن المقدمة الله يا الحفيظ، آل حفيظ على المركز الأول. جولة التحديات، جولة الأوامر، ترهونة ترهونة حمد بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري، الخمسمائة متر الأخيرة والخطيرة. السيارة يا الحفيظ، بن حمرور بن حمرور من الجانب الأيمن بالسعودي بالسعودي، مصرط بن شعيفان القادم وشعار بو زايد. الله الله، شعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يقدم لنا الغربية الغربية الغربية، والهواء غربي والناموس غربي يا أبو زايد. سلام لشعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على هذا الفوز والانتصار، وسلام يا حمود الوهيبي على هذا الأداء المميز. تهانينا والناموس. المركز الثاني مصرط بن شعيفان السبيعي، المركز الثالث وصلت ترهونة حمد بن ناصر بن سالم الحفيظ المري، والمركز الرابع، المركز الرابع سيلة الدحبة بن السعودي بن سعيد الحمرور العامري، والمركز الخامس كان الوصول على خامس التحديات. وصلت حاملة رقم 13 رواية محمد بن سعيد بن مبارك بن عبد الله آل عتيبة. هكذا مشاهدينا متابعي الكرام، الغربية محمد بن زايد بن خلف الظفرة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري من انتزعت هذا الناموس. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لحظات الفوز 9 دقائق 9 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للإحصان الغربي بينما المركز الثاني وصلت على ثاني التحديات حاملة رقم 10 الشاني مصرط بن شعيفان بن مصرط السبيعي. 9 دقائق 11 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث شعار آل حفيظ وصل على المركز الثالث مع ترهونة حمد بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري. التوقيت الزمني 9 دقائق 12 ثانية 8 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. الكلمة تنتقل